السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 تسفر عن مواجهات نارية، لكن قبل ما نبدأ وندخل في التفاصيل يا ريت لو أنت مش مشترك في القناة تشترك عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة وتعمل إعجاب لو الفيديو عجبك. وأول مباراة معانا كانت مباراة الترجي وشبيبة القبائل، الترجي التونسي طبعا وشبيبة القبائل الجزائري، مباراة في منتهى القوة ومنتهى الإثارة ما بين الفريقين. نلاحظ ان فريق الترجي التونسي مستقر جدا في تونس وشبيبة القبائل بيعاني في الدوري الجزائري، لكن في دوري ابطال افريقيا اموره مستقره جدا وكان بينافس بقوه في دور المجموعات وقدر يحقق نتائج ايجابيه كتير جدا في دور المجموعات. مواجهه طبعا ومباراه خارج كل التوقعات، قد يرى البعض ان فريق شبيبة القبائل اضعف من الترجي، لكن المباراه في الملعب شيء اخر. والمواجهه الثانيه ما بين شباب بلوزداد وسان داونز الجنوب افريقي، شباب بلوزداد الجزائري اللي بيقدم هو الاخر مستويات هائله جدا في دور المجموعات وكان منافس قوي للزمالك وقدر يصعد على حساب الزمالك بعد الفوز على الزمالك في الذهاب والاياب، فاعتقد مش هيكون خصم سهل بالنسبه لسان داونز. وما ينفعش نحكم على الفريقين من خلال دور المجموعات فقط، زي ما قلنا الملعب بيحكم والملعب وظروف المباراه بيبقى ليها احكام اخرى، فانا شايف ان المباراه صعبه وخارج برده كل التوقعات. المباراة اللي بعدها ما بين الوداد وسيمبا التنزاني، فريق سيمبا التنزاني فريق مجتهد كان في المجموعة مع الرجاء المغربي، الرجاء المغربي قدر يصعد أول من مجموعته وكان بيقدم أداء أفضل كتير جدا من كل الفرق اللي في المجموعة. هنا الوداد فريق أيضا مستقر هو حامل اللقب، لذلك أنا برشحه للفوز على سيمبا التنزاني. مباراة مش هتكون سهلة، لكن تواجد فريق الوداد المغربي في نصف النهائي لا غبار عليه ولا خلاف عليه. واخر مباراه هي المباراه الاقوى في كل المباريات، مباراه الاهلي المصري والرجاء المغربي. الاهلي المصري اللي صعد بصعوبه كبيره جدا من دور المجموعات، لكن الاهلي الفريق الوحيد اللي ما ينفعش تحكم عليه من دور المجموعات لانه كل موسم بيبقى في نفس المعاناه وفي النهايه يا بيتواجد في النهائي يا بيفوز باللقب. فريق الرجاء المغربي في مجموعته حصد 16 نقطه كافضل فريق في دور المجموعات بشكل عام. المباراه طبعا هتبقى في منتهى القوه، هي كمان صعب جدا نحكم او صعب جدا نتوقع مين المتاهل، لكن انا من وجهه نظري انا برشح الاهلي انه يكون اقرب للتاهل، لكن ارض الملعب طبعا اكيد هيبقى فيها مفاجات ومش لازم كل نتوقعه يطلع بشكل صحيح. وفي نهايه الفيديو طبعا انا بشكركم والسلام عليكم.